الانتباه هو سر اكتشاف حبكه العدو بطريقه مشابهه مرتدين العصر الحالي جايز يبقوا لابسين لبس الكهنه وجايز يوعظوا في كنايس كبيره وجايز يستخدموا اللغه المسيحيه وهما بيتسللوا جوه الكنيسه وبيعملوا دورهم كويس قوي انه ما يقدر يكشف حقيقتهم ارهابيين روحيين لحد ما تحصل الكارثه شفناها في المدارس المسيحيه وشفنا كمان ازاي سلبوها شفناها في كل الطوائف وبنشوفها في كل الكنائس بتحصل بالراحه بس بتحصل عشان المرتدين مش ممكن نعرفهم بسهولة بس تمام زي المخبرين وتمام زي المخابرات السرية وكأفراد لازم يكونوا واعيين عشان يبطلوا الحبكات دي يهوذا بيقول للمؤمنين إنهم هم كمان محتاجين يكونوا واعيين علشان يقدروا يحبطوا ويبطلوا الحبكات دي قبل ما تحصل إنهم يكونوا مميزين ويكشفوا الإرهابيين الروحيين دولة يكشفوهم قبل ما يدمروا حياتهم النهاردة إحنا هنبص على رسالة يهوذا أعداد تمانية وتسعة وعشرة و10 و11 اربع أعداد يهوذا بيدينا ثلاث مفاتيح عشان نقدر نعرف الإرهابيين الروحيين دول بس قبل ما بيعمل كده هو بيوصف الضرر اللي هم بيعملوه عدد تمانية فعاد ثمانية بصوا عليه كويس قال ولكن كذلك هؤلاء ايضا المحتلمون ينجسون الجسد ويتهاونون بالسياده ويفترون على ذوي الامجاد قال ان الحالمين دول بينجسوا شهاده الكنيسه بيبطلوا سلطان يسوع من انه يشتغل في الكنيسه ومين هم الحالمين في الكنيسه؟ الحالمين في الكنيسه هم الناس اللي بيوعظوا الخلاص من غير المخلص، الناس اللي بيوعظوا الفداء من غير الصليب، الناس اللي بيصدقوا ان كل الناس بغض النظر عن اللي بيعبدوه هيقدروا يوصلوا للسما، هم دول. دول حالمين عصرنا. عقيدتهم المزوره هتبعد ناس كتير عن طريق الابديه وهتقودهم للنار حتما، وعشان كده دي حاجه بتكسر القلب. اسمعوا الحقيقة. الرب يسوع المسيح واقف مستعد يغفر لكل واحد مستعد يروح له، واتجرأ كمان وأقول إنه مشتاق يقبل كل واحد ويغفر خطية كل واحد من الناس اللي بجد هتتوب عن خطيتها وتأمن بيه. بس المرتدين دول بدل ما يوعظوا عن التوبة هم بيبرأوا ويبرروا وبيدوا رخصة للناس إنهم يخطئوا. هما بيسكتوا الناس ويخلوهم يفكروا انه طول ما هما ماليين كنايسهم بوجودهم وطول ما هما ماليين عقولهم بكتبهم بيبقوا تمام عمرهم ما بيوعظوا عن سلطان الكتاب وهو ده السلطان اللي يهوذا بيتكلم عنه هنا بينكروا وجود الشيطان رئيس الملايكه ميخائيل اللي هتشوفوا العدد اللي بعده بيقول لنا عنه انه مش بس صدق ان الشيطان موجود لكنه صدق إن إبليس مخلوق روحي قوي وما ينفعش تستهون بيه. أهو بيورينا هنا أهو، اسمعوا كويس. أصله شغل إبليس الشاغل هو إنه يسحب انتباه المؤمنين من على عبادة الإله الوحيد الحقيقي ويعبدوا الأصنام مهما كانوا، مهما كانوا الأصنام. ناس كتير قوي النهارده بتعبد الطقوس وبتعبد الصور وبتعبد انواع موسيقى بدل ما تعبد الرب يسوع المسيح، ويهوذا بيقول هنا بصوا على الكتاب لما موسى مات، الله كان عايز يتاكد ان الجيل اللي جاي انه الجيل اللي جاي مش هيقعوا في عباده الاصنام بعباده قبر موسى، عن كان عايز يتاكد من كده كويس علشان كده ده كان عمل مدروس عشان كده لحد النهارده ما نعرفش موسى مدفون فين ابليس كان عايز العكس كان عايز كل الناس يعرفوا موسى اتدفن فين علشان كان عايز الاجيال اللي جايه دي تعبد موسى مش تعبد الله كان عايز كده